كان الصبح وكان عشية ما بتفرق معه. مبدئيا ببلش الساعة 12 بالليل، بخلص الساعة 2 2 ونص 3 4 ايامات. الرخص كلها مشروطة بعدم ازعاج المواطنين. الدولة عم تكون أسرى أو متأخرة بالمعالجات، يعني يا ريت بتقدر تساعدنا. اتفقنا نحن أنه نوقف تسليم الترابي بالليل لنوقف هيدا الصوت المزعج يلي عم بيصدر. يعني ما فيك ترتاح ببيت الواحد، لا في من يسمعنا ولا في من يرد علينا. ما فينا نرد. أنا بوعدهم للعالم أنه هذا الصوت رح يبطلوا يسمعوه بالليل، لأنه رح يتوقف تسليم البضاعة، تسليم الترابي بالليل. هذا صوت الكمبريسور، وبفهم أنا صوت مزعج ما بخليهم يناموا يمكن. ما في رياح القاعدة. هلا في حلول، أمرار مجبل عم يزعج بالليل أو مجبل عم بجيب ضاعة بالليل، هذه بحلها بطريقة موضوعية. كل التحيات لكم مع تساؤلات الأصدقاء المشاهدين بلبنان وبكل لبنان يلي بيتواصلوا معنا لحتى يكونوا شهداء على متابعة حثية للمعنيين المسؤولين لحل حالة بعض المشاكل والقضايا. هالمشاهد اللي كنا عم نشوفها هي برسم المسؤولين والمعنيين، برنامجنا عم بيتابعها، ومشكور كل مسؤول بيوصلوا هذا الملف وبيسعى لحتى يقدر يحل، ولكن منوصل إلى مرحلة ما بقى منعرف مين ممكن نراجع، لأنه المسؤول بيطلب منا أنه نعلي الصوت أكثر ونلجأ للإعلام ونحاول قدر المستطاع أنه نكون مواكبين لتصرفات المعنيين وبالأسماء نسمي كل الأمور. معلش بهذه المرحلة وببداية هذه الحلقة من مشاكل وحلول هذه الصرخة منرفعها من جديد، لأنه الأهمال والإزعاج لا يجوز أن يكون، مع كل التقدير لمحبتنا للصناعة اللبنانية، ولكن مش مفترض أبدا أنه يكون محبتنا وتشجيعنا للصناعة اللبنانية على حساب شريحة ومنطقة وأكثر من بلدة عم بيتسببوا وعم بيشكوا من هذا الإزعاج. وهذا الموضوع نحن رح نتابعه. اسمحوا لي ببداية اللقاء أني رحب الأصدقاء اللي هلأ عم بيتابعونا ودائما عبر تلفزيون لبنان، ولكن بهمنا مع بداية اللقاء نستفسر عن كمان موضوع سمعنا تابعنا وشفنا بأم العين واقع الورشة وهذه الدينامية المشهود للمعنيين فيها، ولكن كانت المفاجأة قرار مجلس الشورى الدولي بإيقاف العمل أو بوقف تنفيذ الجسر بمنطقة جل الديب. تنكون دقيقين، العمل توقف، استمهل المتعهد فترة لحتى يقدم بعض المعاملات المطلوبة. خليني استوضح مباشرة من سعادة المهندس أنطون سعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية باتصال هاتفي، تنشوف آلية واقع هذه الورشة يلي كلنا ناطرين أنه يتدشن بعهد فخامة الرئيس بأقرب وقت. ألو ألو، مرحبا. بدي حييك. مرسي، وبدي حييك وحيي ضيوفك وبدي عايدك ومن خلالك نعايد الجميع. مرسي، ينعاد عليك وعلى الجميع. يعني بدي اسال سعادتك، بس وضح لي شو صاير بجل الديب. ما خليني اقول لك، اول شيء بدي اوضح ردا على الكلام اللي عم تقوله. هو ما توقف جسر جل الديب، توقف لمده شهرين، لكن الماء والاعمار اعطى المستندات اللي ناقصه بالملف، وهذا شيء امر صار اخذ شوي اكبر من حجمه. وهو امر طبيعي، اذ انه اليوم الماء والاعمار بموجب وقت طلع القرار قدم كل المستندات المطلوبه منه. اولا المرسوم اللي طالع مجلس الوزراء اللي تقدم، اللي هو طالع بشهر أدار الماضي. تاني شيء الخرائط التفصيلية تقدمت. تالت شيء تقرير أثر بيئي موافقة وزارة البيئة تقدم. ومؤخرا نهار الجمعة مجلس البلد اجتمع وأخذ قرار بالموافقة على جسر الدقال. هودي الأربع أشياء كان طلبتهم مجلس شورى الدولة من الإنماء والعمار تأمن، والإنماء والعمار قدم كتاب بموجبه طلب فيه
توقيف القرار فورا، اذ انه في متوجبات على الدوله وفي متوجبات على المواطن وفي خسائر بهذا الموضوع، اذ انه الاعمال بلشت من حوالي 4 اشهر، الطرقات المؤديه على الاوتوستراد ان كان حد الوان سي او من ساحه جل الديب هي واقفه. نعم. واليوم القاضي اصدر قرار بوقفه مرحله لمهله استمهل فيها الانماء والعمار تيسلم المستندات، ولكن ما في قرار بتوقيف الجسر. نعم. واليوم كل المستند المطلوب صار بحوزه المجلس شورى الدوله بموجب الكتاب قدمه للماء والعمار من بعد ما قدم مستنداته بالاسبوع الماضي. المفترض القاضي هلا بده يدرس الكتاب تياخذ قرار جديد اذا انه تقدمت المستندات وفي اليوم ضروره لمتابعه الاعمال. طب سيدي المهابر اليوم، نعم، حق كل مواطن يشتكي على مجلس شورى الدوله، وهذا اللي صار. نعم. لانه اليوم الموضوع شوي اخذ اكبر من حجمه، اذا انه هذا الشيء عم بيصير بكذا مشروع، بس لانه مجلس شورى الدوله في جدال كثير كبير عليه. نعم. يمكن كان من الافضل هذا الشيء يصير. طيب. هلا بس يطلع قرار لمجلس شورى الدوله، القرار النهائي، لانه هذا مش قرار طلع، قرار هذا تاخذ مستندات تحقق. وطبيعي اليوم وقت انت بتشكى حدا وما في مستندات بين ايدين لمجلس شورى الدوله يوقف اعمال تيكون اخذ مستندات، طبيعي هذا الامر، وهذا الشيء بيصير بكذا مشروع، ولكن البلبله والحجم اللي اخذه اكبر من ما هو، اذا انه اليوم كل شيء موجود صار هلا، ومجلس شورى الدوله ان شاء الله قريبا بيرجع مباشر بيعطي يعني قرار بمباشره. نعم. سعاده المستشار، انا بقدر كل شيء انت عم بتقوله، ولكن سؤال بديهي بيطرح نفسه، بعض وسائل الاعلام حكيوا يعني عن يافطات يعني نزعت اليافطات تأيدت. يعني هذا الموضوع عم ناخذه نحن نحو السياسي وهيدا اللي ما بدنا اياه. لا لا لا، لكن انتبه، نحن اليوم فخيمه الرئيس، ولا نحن شغلتنا نعمل دراسات لشيء، في دراسات معموله، نحن بنشوف شو الافضل وبندعم الافضل، وهذا كان الافضل. هلا اليوم اليافطات، اليوم النقصان بطئ في بمطرح معين تقني، بمطرح معين منه تقني، صار منه هيدا، ما بدي فوت بالسياسه، ولكن اليافطات اللي بترحب امبارح شفناها نهار الاحد عم بتشكر الرئيس انه وقف جسر جلال الدين. نعم. بقى بفتكر هيدي بيعنوا فيها انه بيشكر الرئيس انه اليوم بعهده اكيد اليوم لحو القضاء بيقدر يحقق وبدون اي تدخل سياسي وبدون اي تدخل من الرئيس، بالعكس. نعم. لحو اليوم وقفوا على شهرين بالماكسيوم يعني، ولكن هلا تقدمت الاوراق القانونيه مثل ما هي بدون اي تدخل من اي فريق سياسي، وهذا الشيء المضبوط اللي لازم يصير. اليوم حق المواطن يشتكي. نعم. حق اليوم المجلس شورى الدوله حسب القانون اليوم ما في يخلي الشغل ماشي اذا المستندات مش بايده، بس يصير مستند بايده بده يخلي الشغل يمشي اذا انه هذا كان المطلوب. نعم. بالقرار، هذا شيء امر طبيعي وبديهي، وان شاء الله بالايام الجايه فينا نقصر المسافه عن الشهرين، يعني معقول تتاثر المسافه؟ لا مش شهرين، هي شهرين الماكسيموم، لانه ماكسيموم. ما في. نعم. ولكن الامام والعمار قدم كل شيء من هلا. نعم. وقدم طلب كمان وشرح فيه ضروره، لانه في ضروره اليوم بتتوجب على الدوله اليوم مصاري. نعم. اذا كل ما تطول كل ما يتوجب على الدوله اليوم بتدفع مصاري، بتدفع ان كان للكونتراكترز، ان كان اليوم الطريقين محفورين، في بايلات انعملت بهود الطرقات، اليوم هيدي التراب بالشتويه بتصير على الاوتوستراد اذا انهملت، اليوم في قصه منها هيدي، يعني بعد ضمن المهله. نعم. سيدي، موضوع يعني نهايه الجسر والورشه بعدنا ضمن المهله اللي حكينا عنها بالمقابله مع حضرتك هون. ايه، ما بتاثر، هيدا امور بتصير بكذا بروجي، ما لنا بروبلم يعني، بتصير امور اليوم بتستوضح الاعلام شورى الدوله طبيعي عم يقوم بواجباته، مشكور عم يقوم بواجباته. طيب. اوكي، وشفنا السرعه كيف، شفنا الفرق بين هلا وبين قبل، كيف اليوم دغري بصير يبث ودغري بياخذ هذا. نعم. شيء كثير مشكورين القضاء اليوم اكيد علي، وانا بالنسبه لي انا اريح لي شيء يصير هالموضوع ليه يريح الاشخاص. نعم. كلهم بس يشوفوك عند ولا مواطن لبناني بهذا الجسر. يسلم كلمك، هيك احسن اليوم. مشهد. تبين الاثر البيئي صار قدام الكل انه بوزيتيف، انه هو موافق وزاره البيئه، تبين اليوم انه مجلس البلد 11 من 15 واثنين صوتوا، ورقه بيضاء واثنين بس رفضوا الجسر من مجلس البلد ببلدية جل الديب. اوكي. نعم. وهلا طبيعي بحي الله مشروع بالعالم بده يطلع لنا ناس معارضين وناس لا، بس ولكن دائما نحن اكيد اهم شيء المعارض اذا عنده حقوق ياخذها. نعم. واكيد اهم شيء المصلحه العامه دائما ما تضيع على المصلحه الخاصه. اليوم شفنا عندنا جسر، عندنا طريق تمتد بدبي، مرسوم تخطيط طريق جديد، اوتوستراد جديد يربط دبي بلعيبه مرورا. نعم. بوسط كسروان بتونلات، وبشفناها بجلسه مجلس الوزراء من حوالي اسبوع. ان شاء الله خير. طبيعي بكره يمكن يكون في بلديات ما يوافقوا الراي، يكون في ناس معترضين. نعم. ولكن هالشيء بدي على المصلحه العامه ولا على المصلحه الخاصه؟
يعني ان شاء الله خير عليك الحال، ولكن انا بالختام بدي حملك كمان مسؤوليه معالجه الشكاوى يلي نحن معك عم نتساعد عليها من خلال مشاكل وحلول. يعني موضوع عمل الجبلات بمنطقه المنصوريه المكلس، يعني كمان هذه الشكوى هي باطار الامور الهندسيه، بنتمنى انه نرفعها من خلالك لفخامه الرئيس، وان شاء الله باقرب وقت بكون المستند عندكم للحد من هذا الازعاج. شكرا لك سعادة المهندس أنطوني سعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية. شكرا لكم. شكرا سيدي، وينعاد عليك كمان. وينعاد عليك. أصدقائي طبعا من خلال عرض مشاكل وحلول، وبيهمنا وقت اللي بنعرض مشكلة نقول بدنا نسعى جادين وحتى النهاية لإيجاد حلول، منتابع معكم حتى نسأل الأمور الحياتية الإنسانية التي تقوم على مساعدة الناس المحتاجين الغير ميسورين أو غير الميسورين، خلينا نسميها مثل ما بدكم، بإطار مساعدة مفترض كل حدا منا هلأ عم بيتابع يعتبر حاله مجند بخدمة العمل الإنساني. اسمحوا لي رحب بساندرا خلاط عبد النور مؤسسة ورئيسة جمعية بسمة لبنان، أهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني أولا بدي أقول لك جوي نويل وبوناني وينعاد عليك، وإن شاء الله على مدار أيام السنة نلتقي نحن وياكم دائما بإطار الأعياد وحاجة الناس اللي عم بتزيد من سنة لسنة. مدام خبرينا بهذه الإطلالة، من سنة لسنة بنلتقي معك مرة واثنين وثلاثة وبنقول شو عندكم إنجازات، شو عندكم نشاطات، وين مفترض نحن نواكب كإعلام بهذه المرحلة مع ختام أو نهاية 2017، شو بتحبي تقولي؟ بداية بدي أشكرك وعيدك وعيد عائلتك وكل اللي عم بيحضرونا اليوم. إن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن من 2017، يعني نحن دايما عنا تفاؤل. المشكلة هي مش بس تراجع اقتصادي، هو بيجي مثل باكيج كله مع بعضه، لأنه الفقر عم بيولد جهل، واللي نحن عم نشوفه اليوم ما كنا نشوفه من 15 سنة بالعائلات. يعني من 15 سنة كان الأهل لو بدهم يموتوا الجوع بدهم يعلموا أولادهم. اليوم ما بقى في توعية على التعليم، على أهمية التعليم، على أهمية إنه الأولاد يكونوا بالمدرسة. ما في توعية ولا ما في إمكانيات؟ بدي أقطعك، ما في إمكانيات صح، بس ما من يعني جيل ورا جيل. نعم. اللي عم بيصير إنه الإمكانيات من زمان ما كانت موجودة، يعني عند هاي عن بس اليوم انت عم تعرفي بتسمعي انه في احدى المدارس زايده مليون ليره على القسط كمان، شو بدهم يعملوا؟ لا هلا هيدي مشكله قادمين عليها يعني زياده، بس عم بحكي عن وضع انه حتى الاهل مش واعيين. يعني نحن عايشين هلا ببيئه مش بس فيها فقر، فيها جهل، وعم بيزيد من جينيريشن لجينيريشن، من جيل لجيل. لانه الاولاد عم نشوفهم عمرهم 13 14 15 سنه قاعدين ببيوتهم، لانه حسب اهلهم مش طالع من امرهم درس. يعني عندنا فقر وعم بيزيد الجهل، عم بتراجع مصره. انت عم بتعايشي الناس ومصره على رايك. مصر على شو؟ على رأيك، يعني من خلال يعني معايشتك للناس وحياتهم. صح، أكيد نحن عايشين مع العيال على الأرض وعم نشوف اللي منشوفه، يا ريت كل الناس بتشوفه، بس هل الأهل ما بقى أو تعبوا كتير لدرجة إنه ما بقى طالع من أمره درس، نحن بنحطه بالبيت. هلا هن بيتعبوا، أنتم بتريحون بجمعية بسمة كل أيام السنة أنتم حدهم. صح، بس صارت نضال، يعني عم بقول لك هي مش بس إنه نحن نجي نساعدهم، عم نفتح فتحنا مدرسة هلأ. نعم. ليلية هلأ بنحكي عنها، هي لتالي ثلاث سنة بنحكي عنها، من زمان فتحتوها. صح، بس هلأ رجعنا جددنا وكبرنا وعنا 60 تلميذ، تحت صار عنا 60 تلميذ، حكينا مع 600 عائلة، 600 عائلة عم نترجيهم يسجلوا أولادهم، بيقولوا مش طالع من أمره درس وخلص. مقابل شو بدهم يسجلون؟ مجانا؟ مجانا أكيد، نحن عنا التنقل مجانا، حتى الوجبة الغذائية لأنه بيجوا من مدرستهم مباشرة على المدرسة الليلية مجبورين يأكلوا قبل تا يقدروا يكفوا ويداينوا العشية. عنا أحسن أساتذة، عنا عم نرجع نعيد البروجرام، مش عم نعمل أجندة، عم نرجع نعيد البروجرام. اللي هن ما فهمانين شيء، وشفنا بعد شهرين وثلاثة تحسن ملحوظ بعلاماتهم بالمدرسة. طب اليوم نحن وقت بنقول استمرار يعني دعم العائلات المحتاجة، من سنة لسنة انتم ما عم بتخففوا بعض نشاطكم، ماشي مثل ما هو، عم تتعبوا، عم بتكيفوا، عم تناضلوا، يعني هيدا دليل ثقة الناس فيكم والسبونسرز اللي هن حدكم دايما. صح، في ثقة أكيد، ونحن مستمرين وما وقفنا، والمطعم البسمة صار عم بيفتح كل يوم،
والمدرسه. شو طبخين اليوم؟ كل يوم في عنا طبختين او ثلاثه من على كارت يعني على كارت برافو. وهذا الشيء فخر لنا انه عم نقدر ان نضلنا كم شخص عم يستفيد مدام يعني من خلال كل يوم يعني عنا تقريبا 50 عائله كل يوم كل يوم نعم بتقدموا انتم الا نهار الاحد اكيد نعم الا نهار الاحد اكيد نعم بتقدموا انتم الوجبات يعني بياخذوهم معهم على بيوتهم ولا لا؟ اللي بده بيتغدى وبياخذوا يعني بيسكبوا مره ومرتين وبيرجعوا بياخذوا معهم على البيت. وعندنا دينر ديليفري الفان اللي هو بيوصل الوجبات الساخنه على بيوت المسنين والاشخاص اللي مريضين يعني اكثر من 50 يعني صرنا يعني اكيد اكيد نحن عندنا 24,000 وجبه ساخنه بالسنه عم نوزعها بشكل دائم بشكل دائم. طب يعني من خلال كل هذه المعطيات الناس اللي هلا بيسمعوا يعني بيقولوا نحن مركزكم انتو مركزكم وين؟ بدارو. بدارو يعني هلا الحدا عم بيسمعنا وهو بهمه انه يستفيد في شروط مناطقيه جغرافيه معينه للناس اللي انتم بتقدموا لهم الخدمات هلا اللي بده يجي على المطعم هو ما في يجي من كثير بعيد كرماله نحن اكيد مستقبل الكل. الدينر ديليفري هو ببيروت الكبرى يعني بيبرم الفان تبعنا ببيروت. المدرسه الليليه هي بعين الرمانه عندنا تلاميذ من الدكوانه من كثير مناطق بعيده يعني عم نأمن نحن التنقل الترانسبار الباصات عشيه عم نرد كل ولد على بيته عايزين ثلاث باصات كل يوم عشيه كرمال يقدروا يوصلوا هودي ملك الجمعيه ولا عم تستاجرون انتم؟ لا عم نستاجرون اكيد عم نستاجرون وعندنا السيرفيانت اللي عم بيروحوا معهم ما فينا نترك تلاميذ لوحدهم بالباص بقى كمان في اشخاص عم نشغلهم يعني بذات الوقت عم بيستفيدوا وبذات الوقت بيكونوا عم بيساعدونا يعني انا عم بسمعك هلا عم تحكي بنبسط يعني انه بالرغم يعني ما في من الطبيعي يكون في مشاكل يعني ما في مؤسسه ما فيها يعني مشاكل ضغوطات يعني بعض المعاناه انت عم تحكي بهذه المشاكل هي بس اقتصاديه بحت طيب اهم شيء ومثل ما قلت لك العائق يعني اللي عم نواجهه هو الجهل وال يعني اللي عم بيزيد يعني يعني عندنا هول الشغلتين اللي هنا عم بيكونوا مشكلتين عم نواجههم. نعم. اول مشكله كثير صعبه مش بس علينا كل الجمعيات انا بعرف كثير جمعيات عم بتعاني من هذا الوضع وفي خطر على استمراريتنا بهذا الوضع. مين بيساعدكم؟ وبالاخص انه كل يوم كل يوم يعني وزاره الداخليه وانا من المنبر هون حب ناشد وزاره الداخليه يعني اللي هالقد على المخبر عم بيكون هين يعني هالقد كيف ما كان كل يوم في جمعيه عم تطلع مين ما عباله يتسلى يعني. اكيد لانه مين ما كان يعني صارت هوبي او صارت موضه او صارت يعني نحن بحاجه بهذا البلد لجمعيات تكون يعني حريصه على العمل لانه نحن بوضع هلا ما بقى فينا هالقد نشتت التبرعات التبرعات لازم توصل للاشخاص اللي بحاجه لهالتبرعات، ما فيها تروح هالقد تتشتت. طب اليوم انتم يعني جمعيتكم قائمه على التبرعات فقط ولا صح. في بعض النشاطات او بعض الامور اللي ممكن هي تدخلكم هلا عندنا الفند ريزنج ايفنتس اللي بنعمله مره كل سنه ونص ولا حتى كل سنه اللي هو اكيد بيساعد، بس هلا كمان سبونسرز بتعرف الشركات كلها هلا متاثره بالوضع اقتصادي الوضع الاقتصادي يعني هن كمان في خطر على استمراريتهم يعني كل واحد خايف على حاله اول شغله بتوقف هي الماركتينج والسبونسرشيب والتبرعات والسي اس ار يعني قبل غير نفقات بالشركات بقى هذا نحن نتاثر مباشره هذا الوضع يعني اليوم اي مؤسسه عامله بهذا القطاع مفروض يكون في عندها مخطط يعني بلان ا بلان بي لحتى تقدر لا سمح الله سكرت بوجه من هون تلجا الى خطه طارئه صح. اليوم انتم من خلال كل يعني اللي هلا انت عم تحكي وبهذه الفرحه والبسمه الناس اللي عم بيتابعوني يمكن يقولوا نوصل لمرحله انه نقول ما بقى نقدر نكفي نوصل لمرحله بنعلي فيها الصوت شو مفترض ينعمل كخطه طوارئ انقاذيه للجمعيه نعم معهم طبعا طبعا اكيد نحن اكيد عملنا خطه للطوارئ نعم. نحن كبورد ممبرز وعندنا مشروع هلا عم نشتغل عليه وان شاء الله بال 2018 نحكي فيه متفائله يعني دائما متفائله
طب اليوم من خلال كل المعطيات بالعياد شو بيتغير عندك بين ميلاد راس السنة؟ كثير اشياء تغيرت. نعم. هلا على العيد. نعم. يعني قبل بتحس اول شيء الناس كلها بتتحرك، الناس. نعم. كلها عبالها تساعد، كل واحد بده يعطي، يعني العطاء اللي بنشوفه بهيدا الشهر ما بينوصف، ما في شهر مثل هيدا الشهر بكل السنه. اللي بده يعطي هديه، اللي بده يعطي وجبه غذائيه، اللي بده يعطي كل شيء عنده بالبيت. الناس اللي عم بيتابعونا كيف ممكن نحثهم على هذه المساعده ونقول لهم يا اصحاب الايادي البيضاء تفضلوا وقدموا المساعده لجمعيات تستحق، كيف ممكن كل انسان هلا عم بيتابعنا يقدر يقدم ورده مثلا، كيف التواصل معكم؟ نحن كثير هين التواصل معنا عنا. نعم. على رقمنا على 01-393-077، على الويب سايت www.basma.org، على الفيسبوك basma.s كمان بيبعتونا مساجات، يعني كثير هاي التواصل معنا ونحن كثير يعني سريعين. شو مطلوب من الناس اللي هلا عم بيتابعونا؟ كل شيء، يعني اول شيء اكيد مطلوب مصاري، يعني. نعم. هلا ما بقى رح استحمل خلص، يعني في محل وصلنا نحن بيوصلنا وجبات غذائيه، وبيوصلنا مثلا اذا واحد عم بيغير فرش بيته بيعطينا اياه، نحن دغري بنوصلهم على البيوت اللي عن جد بتكون فاضيه، دغري بنفرشهم وهيك. بس بالاخير الجمعيه ما فيها تستمر، لانه يعني في موظفين، في فان، في شوفار، في مطبخ، في مطبخ، يعني في اشياء بدها تضلها مستمره. عايزين اكيد اول شيء مصاري، مواد غذائيه، ملابس، هيدا ملابس يعني تحصيل حاصل على طول، تحصيل حاصل حتى ما بحكي فيه، كل يوم بيجينا كاميون يعني تقريبا، يعني هالقد كميه. عندنا ثلاثه اكيب بس يعربوا الملابس. نعم. بالاسبوع او يتقدموا بمناسبات ولا بشكل دائم انتم عندكم؟ كل يوم كل يوم ملابس، وهيك كل يوم عفش، كل يوم يعني وحده مثلا كبروا اولادها بتعطينا الاغراض، البوسات، هول الاشياء الدائمه. وجبات ساخنه بهمنا كثير، نحن المطعم عم نقدر نفتحه كل يوم يعني الغداء على الغداء بس. نعم. انا عن جد بهمنا نفتح محل ثاني لانه صار عندنا غير عيد الرماني، يعني غير بدارو، غير المطعم بدارو، المدرسة بعين الرماني، صح. نعم. يعني والمطعم الثاني وين بحبي تفتحيه؟ يعني نحن كمان يعني اذا واحد بيقدم لنا لوكال، يعني نحن مش رح نقدر هلا ندفع اجار ما كثير، اوضتين. نعم. اوضتين مع مطبخ صغير ما هالقد. نعم. بدنا يعني بس لانه الوجبات موجوده، المي موجود، الخبز موجود، المتطوعين موجودين، حرام ما نخلي غير مناطق تستفيد. بلديات ما جربتي تتعاطي معهم لانه هن بيكونوا الصدر الشرح الاوسع، عن جد كثير بلديات بهمهم هذا الموضوع. صح. هلا بال 2018 رح نشوف مع كم بلديه والمدرسه هلا فتحت. نعم. عندنا كمان غير المدرسه. نعم. 25 ساعه تعليم هذا مجاني، ويعني ما بندفع للاساتذه بالمدرسه، بندفع للاساتذه. بيجي راضي انه يعني ما يقبض بصراحه، انه هو تطوع بهمه يفيد غيره. عم بتقولي نحن ما بندفع للاساتذه والتلاميذ ما بيدفعوا لنا، يعني صارت كلها الشغله بالمدرسه الليليه مضطرين ندفع للاساتذه، لانه الاستاذ مجبور يجي ثلاث اربع مرات بالاسبوع على ست اشهر. بس وقتها بنعمل التيوتورينج، يعني 1 تو 1، مش صف، مش بالمدرسه، عنا ببدارو بيعملوا الاجنده، كل واحد كل تلميذ جامعه بيستلم تلميذ مدرسه، هيدي مجانا اكيد، هن متطوعين. طب اليوم في موضوع الارامل كمان، يعني هو من صلب اهتمامكم انتم بجمعيه بسمة، الارامل في لهم عنايه خاصه عندكم ورعايه خاصه؟ عم تحكي عن المسنين؟ نعم اكيد، نحن عندنا كل البروجرام للمسنين، عندنا المطعم البسمه، وعندنا كل شيء هن مثلا بحاجه له، حتى مثلا وجبات اسنان، عمليات مي زرقاء، اذا بتعرف اوقات بيوقعوا بيكسروا وركن، نحن بنأمن العمليه، من يعني من طب اليوم انتم بتقدموا يد المساعده وبدل العمليات، اذا يعني هالمريضه او يعني هذه السيده عندها عائله ما بتسالوا يعني، ولا ما في اي شروط معينه انه عائلتها تساعدها، ولا بس الناس اللي ما عندهم حدا انتم بتساعدوهم؟ اكيد نحن عندنا مساعدات اجتماعيات، ونحن بنعرف كل حاله بحالتها، واجمالا الحالات اللي بس ما بتهتم فيهم هن الحالات المعدمين الاكثر فقرا من المجتمع، يعني ما بيقدروا حتى يدفعوا سيرفيس تيوصلوا لعنا، يعني نحن ما بنقدر ابدا ندفعهم ولا شيء، يعني حتى بالمدرسه الليليه كان في ناس عم بيقولوا انه بالقليل دفع التلميذ 10,000 ليره بالشهر، حتى هذا الشيء انه
خليهم هن يجوا ونحن نكون عم نفيد بالقليل هالستين. انا بالنسبه لي هذا البرنامج المدرسه الليليه لازم يتعمم مع كل لبنان. هيدا هو البرنامج اللي معقول يخلص حياه هالتلاميذ، لانه هن اذا صاروا عمر 13 و14 سنه قاعدين بالبيت نعم. شو عندهم مستقبل؟ يعني واحد اذا وصلناه على البكالوريا بالقليله واعطيناه هيدي الشانس اللي يقدر يوصل بالقليله عم نعطيه شانس يقدر يخلص حياته. كم سنه لكم عم تشتغلوا؟ 14 سنه ولا اكثر؟ 15. صاروا 15 سنه من 2002. يعني حصاد ال 15 سنه في ناس كبرتون وبعدهم معكم لهلا وهن صاروا عم بيقدموا مساعدات؟ اكيد عم بيقدموا مساعدات. لا ما بيصيروا اغنياء. لا مش قضيه فلوس، يعني مساعدات من وقتهم بيكونوا عون لغيرهم، اكيد نفيد غيرنا من خبرتنا، هيدا هو المطلوب. اكيد بيتطوعوا. نعم. واكيد يعني بننبسط فخورين باللي عم بينجزوه. بعدنا حدهم، يعني ما تفكر انه في عائله بتصير مستقله تماما، يعني بعدهم اذا بدهم يلاقوا شغل بيجوا لعنا، بعدهم اذا حيلا بدهم دواء بيجوا لعنا، يعني بضلهم بس بالاخير بيصيروا مستقلين عم يشتغلوا، عم بيقدروا يطلعوا مصرياتهم، بيكون عندهم سياره، بيكون عندهم شغل وبيت يعني يعني هذا هو فرحنا وقت نشوفهم انه هن كيف وين كانوا وين صاروا. امتى بتوقفوا المساعده لعائله من العيال وقت اللي بتصير اوضاعهم مريحه؟ نحن وقت نحطت الاولاد على السكه، يعني وقت الاولاد بيصيروا بالمدرسه وكله تمام، وقتها تكون المتابعة النفسية خلصت، لأنه بتعرف كتير عندهم مشاكل نفسية اللي هن عائق لحيلا شغل أو بالمدرسة أو حيلا شيء عم بيقدروا يعملوا. وقتها الأهل نقدر نلاقي لهم شغل عم يطلع لهم مدخول ثابت، وقتها نرمم لهم بيتهم بكامله ونفرشه، وقتها نأمن أنه العائلة كلها ببيئة صحية، يعني نصلح العائلة مثل واحد بفوت عائلة وبيصلحها على كل النواحي. ساعتها بنعرف انه وقتها بنشوف انه كل شيء تمام نقدر نترك العائله ونساعد غيرها، يعني نتركها ما بنتركها كليا بس نقدر نساعد غيرها وهي نخفف معها. خليني انا وياكي هلا اتوقف مع فاصل مع الاعلان وبدي ارجع بعد الاعلان حتى نحكي عن موضوع يعني سنوي هو بيكون منتظر، انتم بتجددوا بتاهلوا بعض المنازل وبتفرشوها صح، بتعملوا ورشه ولا اكثر بالسنه؟ كل التفاصيل بعد هذا أوكي. الفاصل بريك وبنرجع سوا. متابعين معكم مشاكل وحلول مع ضيفتنا مؤسسة ورئيسة جمعية بسمة لبنان ساندرا خلاط عبد النور، أهلا وسهلا فيكي. ستنا سنويا يعني بتعملوا يعني تصوير لورشة بتقوموا فيها مشكورين عليها، يا ريت بتودعينا بأجواء الناس اللي هلأ عم بيتابعونا حتى ناخذ الشغلة على محمل تقدير لك وللمؤسسات اللي بيتعاونوا معكم. كيف بتأهلوا بترمموا بيت موجود لحتى نقدر من خلاله نشرح كيف بتتم هذه القضية؟ أول شيء الناس اللي بتشوف البرنامج ترميم البيوت بفكروا أنه فتنا طرشنا حطينا كنبية وفاز وورد وفلينا، أكيد العملية مش هيك. هلا نحن كل السنة بيجينا عفش، وبعدين أوقات في عيال عن جد عايشين ببيت فاضي كليا، يعني بيناموا على الأرض. نحن بنسعى دائما نقدر ندبر تخوت وفراش وكل هدول الاشياء تنقدر نساعد بالاخص الاولاد، يعني ما يناموا على الارض بالاخص بفصل الشتاء، نكون عم نامن الدفايات وكل هاي القصص والحرامات وهيك. كم بيت فينا نعمل بالسنه؟ بس بالسنه في غير كل هول اللي بضل عمل مستمر كل السنه، في ورشه وحده كثير كبيره كامله بتكون كامله، يعني 30 نهار عم نحكي، دائما بتبلش باول شهر ودائما بتخلص باخر الشهر، وانت بتعرف كيف الشغيله بلبنان، بقول لك جمعه بتاخذ معه 6 اشهر. نحن ورشة بسمة شهر، يعني شهر صارنا 5 سنين أو 6 سنين نعملها، ولا مرة اتخطينا بنهار الشهر، يعني شهر 30 أو 31 تكون خلصت مساحة البيت، يعني مرتبطة بالورد كل واحد شيء، بس أكيد كتير صغار. هلأ نحن بندرس، يعني بيكون في دراسة للمنزل بطريقة نقدر بهاي المسافة الصغيرة نقدر نخلق فسحة تيقدروا يأكلوا أو يتغدوا أو يتعشوا، يكونوا عندهم وجبة فسحة ليقدروا الأولاد يدرسوا، يعني يكون مكتب حتى لقد ما بده يكون صغير بده يكون صغير. يعني بنفكر بأداء التفاصيل، لأن هن ما في ولا تخت ولا طاولة ولا غدا ولا عشاء ولا درس،
يعني خابصة وبيكون المحل كثير صغير، يعني اللي بيشوف بيفور ان افتر ما بيصدق. وبنشتغل على السنجرية كلها، بنبخش كل الارض والسقف على الكهرباء كلها، بنعمل تابلو كهرباء كلها، تمام. الشرايط بيكونوا بقلب البيت وعم تشتب قلب البيت وعم بكهربوا الشرايط وعم شرقته، وما بيكون في بلاط، بيكون كله بيتون. بقى نحن بنرجع من كل الانفراستركتور بنعملها حتى السقف اوقات، وبعدين بنبلش نطرش وكل هول الاشياء اللي بعدين بدك نشوفه انا وياك بيفور افتر. اذا باسم من بسام خويري عفوا، بنشوف الروبورتاج يلي من خلاله منضوي على جديد جمعية بسمة يلي عم بترمم وتأهل منزل عائلي محتاجة بشكل كامل، بيت واحد ستنا بالسينما هيك بيت ورشة كبيرة على شهر مرة بنشوف سوا. مثل ما شايفين البيت يعني بيشبه كل شيء إلا بيت. اللي بدنا نعمله ببسمة، أول شيء بدنا نرش، بدنا ننظف، وبعدين بدنا نقبع كل شيء ونكب كل شيء كل شيء كل شيء. شفنا البيت كيف كان وهلا عم نشوف كيف صار. اول شيء بدي اقول لبسمة الله يعطيكم الف عافيه لكل شيء عم تعملوه. يا ريت في اكثر ناس مثلكم، بعتقد كان البلد بالف خير. وبعد مره بدي اقول ثانك يو بسمة. اليوم بعد شهر من الشغل المتواصل مع فريق عمل كتير كبير، قدرنا نحقق حلم هيدي العائلة يكون عندهم بيت. لأنه وقتها العائلة عندها بيت عندها حياة، ما بعرف كيف كانوا عايشين قبل. بدي أشكر كل المتطوعين، كل السبونسرز اللي بلاهم ما كنا قدرنا نقوم بكل هالعمل. هيدي ورشة نحن عم نقوم فيها طويلة عريضة، بتبلش من السنجرية يعني تابلو الكهرباء كانوا الشايط وين ما كان، حتى شركة الرش اللي اجت مرتين نرش الصراصير ما كانوا عم بيروحوا. نتمنى لكل اللي عم بيسمعونا يكونوا عم متعاونين ان كان على صعيد التطوع. وبدي اشكر كل المتطوعين اللي هن معنا اليوم، واللي هي كمان عم بيعطوا دروس خصوصيه لتاتي اللي هي البنت اللي معنا. ثلاث مرات بالاسبوع بتعطيها دروس خصوصيه لانه تاتي صار لها سنتين بلا مدرسه. عايزين كل المتطوعين، عايزين كل السبونسرز، عايزين كل الدعم تنقدر نضلنا مستمرين بهذا العمل وبهذه الرسالة، ونقدر نخلي العيال متمسكين ويكون مستقبلهم أحلى من ما هو هلأ عليه.
للعائلة اللي رح ترجع تنصدم هي كمان على دورة وقتها تيجي تشوف البيت، انه ترجع تعيش حياة جديدة ببيت جديد، لانه الحياة اللي كانوا عايشينها ابدا ما كانت حياة. عن جد ميرسي 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 كثير لكم، والله يقويكم يا رب ودمكم بهالهمه. عن جد كثير كثير رائع، ما خلص ماشي حكي يعني. بدنا نشكر كل الفريق المتطوعين اللي مسوين، ميرسي لكم كلهم. ساعدوكم كلهم، هن فرشوا البيت، فرشوا تخوتي، في لحف، في لحف جوا اذا ما بدي اياهم ضبيهم بالخزانات لانه هلا شو. هن فريق المتطوعين، هن اللي عملوا كل شيء. معلم تاني سوى القصه كلها بالكلها، لانه هبطنا حيطان، عمرنا حيطان، انتو لاحظتوا في فرق بين حيطان، هبطنا الحيطان كله لانه كان فيه صراصير. هيدي الصورة رممنا لكم اياها، هي كانت لكم، نحن ظبطناها. بعد في صورة مارشال بالوين فينا نجيبهم، خلينا نحطهم هون، وان شاء الله تضلكم محافظين عليه. لا وبالنظافة كرمال ما يرجعوا الصراصير، نحن رشينا مرتين. ميرسي كثير كثير لكم، والله يقويكم يا رب. طبعا كل اللي كنا هلا عم نشوفه، بدي ارجع حييكي، حيي جهودك، وان شاء الله دائما نقدر نساعد كاعلام ونسلط الضوء على كل اللي ساعدوكي، وشكر للسبونسوريه. صح، شكر كبير للسبونسر، ما كنا قدرنا نقوم. هيدا العمل بيكلف 15000 دولار لمنزل هالقد صغير، يعني لكل اللي قدموا. يعني هو الهدف تغطى الواقع التجاري، نحن عم نحكي بواقع انسان، مفترض كلنا سوا نكون حده وكلنا سوا نساهم 100%، لانه نحن كل ما عندنا امكانيات، نحن بدل ما نعمل وحده بالسنه فينا نعمل ثلاثه اربعه او خمسه، يعني قد ما امكانياتنا بتسمح نحن اكيد بنحب نكون عم نساعد اكبر عدد من العيال. الله يقويك. في قصص لانه ما بتبين بالموفي، يعني الصراصير اللي ماشيين كانوا علينا، الشبك اللي بنحط دوب الشبك، وحده للصراصير وحده للجرادين، لانه وحده حديد وحده مش حديد، على كل شباك، يعني في تفاصيل بنفوت فيها ما بتبين بالموفي، والواقع البشع ما ببين. مزبوط. هيدي كلها ما كلفتكم انتم كجمعيه ابدا؟ كلها يعني المعلم طانيوس مين بده يدفع له؟ يعني بالاخير بيقدموا البراده بس ما بيقدموا البيتون، احنا هبطنا الحيطان. يعني البيت هبطناه كله، رجعنا عملناه من اول وجديد. البلديه ساعدت هون ولا ما كان في اعتراضات ابدا؟ لا ما كان في معارضه. لا المنطقه بمنطقه برج حمود النبع التيلي. صح، نبع. يعني انا بدي اشكرك وبدي احيي جهودك، والله يكثر من امثال جمعيتكم لحتى كلنا سوا نكون شركاء بنشر هذه الثقافه يلي بيحتاجها مجتمعنا، مش بس بالعياد ابدا، انما على مدار ايام السنه. شكرا كثير كبير لك. ميرسي لكم، ضلكم عم تحطوا الضوء على اعمالنا. هذا تلفزيون لبناني، يعني صدره يعني مفتوح ومريح لكل الاصدقاء المشاهدين. شكرا. اللي بيتابعونا، شكرا لك واهلا وسهلا فيك. اصدقائي نحن وصلنا لهون لنهايه حلقتنا، بدي اشكر المخرج بسام خويري والفريق يلي عاونوا على انجاز هذه الحلقه. دائما عبر مشاكل وحلول بنتواصل وبنلتقي معكم مباشره عبر تلفزيون لبنان. الى اللقاء.